من مقر إقامة الأهلي أطير مباشرة إلى مقر إقامة فريق سان جورج، مش في أثيوبيا، مش في أديس أبابا، ولكن في القاهرة. الفريق يلعب طبعا في استاد القاهرة النهاردة الساعة 8 لقاء الذهاب. كريم، مساء الفل، وآخر الأخبار عندك عن استعدادات بطل أثيوبيا. وصل إمتى للقاهرة؟ انطباعاتهم على فكرة إقامة لقاء الذهاب في القاهرة، تحضير الفريق، أبرز النجوم، والمعلومات اللي عندك بالتأكيد عن تجهيز الفريق لمواجهة الأهلي. كل الشكر ليك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، والشكر موصول ايضا كمان للزميل العزيز فاروق صلاح. ويا رب النهارده باذن الله محمد تكون بدايه الانطلاق فريق النادي الاهلي في رحله الدفاع عن اللقب. بطوله صعبه وبطوله اكيد محببه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. عشان كده البدايات باذن الله ان شاء الله تكون معانا وتكون في صالحنا. يمكن ربنا موفقنا ان احنا المباراتين هنا في القاهره، ده امر اكيد يعني بيساعد بشكل كبير جدا النادي الاهلي، لان انت هتلعب في وسط جماهيرك، وده امر مهم جدا ان انت النهارده تكون في استاد القاهره في وجود 30,000 مشجع اهلاوي كل على قلب رجل واحد. هم دول الحقيقه اللي بيبقوا يعني كلمه السر في المباريات وفي البدايات. عشان كده نقطه ايجابيه، يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي استغلها مستر كولر الكل ان شاء الله باذن الله يكون النهارده بكل الجديه وبكل الحماس وبمشيئه الله ان شاء الله تكون المباراه الاولى من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. الحقيقه محمد كالعاده طبعا يعني الجانب الاداري الخاص فيها للنادي الاهلي بالنسبه طبعا للبعثات للفرق طبعا اللي بتكون ضيوف طبعا هنا في القاهره كالعاده طبعا يعني يمكن كان متواجد مع الفريق في المطار وفي استقبالهم طبعا مندوب النادي الاهلي، ويمكن كمان الاداريين طبعا اللي بيقوموا بجهد كبير جدا الحقيقه، يعني كابتن وائل واحمد فوزي ايضا كمان اللي كانوا في استقبال طبعا فريق سان جورج الاثيوبي، ومن منها طبعا الى فندق الاقامه. فندق الاقامه الحقيقه يعني يمكن اقرب شويه من الفندق الخاص اللي للنادي الاهلي استاد القاهره، يعني بيبعد طبعا 15 او 17 دقيقه، الفندق طبعا اللي النادي الاهلي بيبعد 25 دقيقه. فكالعاده طبعا بتكون امور ترتيبيه وتنظيميه كلها كالعاده. يمكن النهارده اكيد في بعض اللقطات هتذاع طبعا من خلالك محمد ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي بالنسبه طبعا للكواليس الخاصه لفريق سان جورج الاثيوبي هنا في فندق الاقامه. يمكن اللعيبه تناولت وجبه الغداء، اكيد عندهم محاضره قبل التحرك، تحركهم طبعا هيكون في نفس توقيت النادي الاهلي، كلها امور اعتياديه بالنسبه للتحرك طبعا قبل الوصول، او الوصول يكون قبل المباراه بساعه ونص. الحقيقه محمد يعني هم عندهم اكيد من الجانب عندهم الامل عندهم ان هم طبعا عايزين يحققوا طبعا اي نتيجه ايجابيه، لكن اكيد ان شاء الله باذن الله الغلبه تكون للنادي الاهلي. عندهم اطوال، عندهم سرعات، يمكن يعني من خلال المتابعات كده او من خلال قريتنا طبعا اللي اخبارهم، يمكن هم طبعا بشكل كبير جدا بيحاولوا ان هم يعني مش هنقول بيدافعوا قدام النادي الاهلي او مش هيقفلوا المساحات، على قد ما هم طبعا بيحترموا النادي الاهلي بشكل كبير جدا. الامور دي مهمه بالتاكيد لفريق للنادي الاهلي ان يكون في احترام متبادل، لان المباراه مش سهله. الناس يمكن تفكر شويه ان المباراه سهله في البدايه، او النادي الاهلي يمكن زي ما بنقول وكعبه عالي، او النادي الاهلي ماشي بشكل مميز جدا، الصفقات بتادي اداء مميز جدا، لكن بطوله افريقيا مختلفه بشكل كبير جدا عن اي بطوله اخرى. عشان كده ان شاء الله باذن الله بنامل وبنتمنى النهارده كل التوفيق للنادي الاهلي في حضور جمهوره، اداء ونتيجه ان شاء الله يا محمد تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر اقامه فريق الاثيوبي سان جورج اللي مقيم في القاهره حتى لقاء العوده لقاء الجمعه المقبل. شكرا لك يا كريم على كل هذه المعلومات، وشكرا لك يا فاروق كمان على المعلومات الخاصه باستعدادات الاهلي لمواجهه سان جورج.